الزوج 1/11 والزوجة 19/12 الأحوال المادية والعمل والتوافق. أوكي، هو عقرب وهي قوس. هو الحياة عنده لطيفة، لأن برج العقرب الفترة الجاية دوت داخل عمليا داخل شغل جديد، والشغل دوت هيبقى فيه سفر والدنيا هتظبط عنده جدا جدا عن المرحلة اللي فاتت. لكن القوس لسه شوية، لأن القوس سواء ست أو راجل بيتكلموا كتير او بيحكوا لاصحابهم كتير او بيتكلموا كتير، فبيسمعوا كتير، فبيبقى في تشتت في الفكر عندهم وهم اللي عاملين كده في نفسهم. فبقول يعني بقول لها هي يعني ما تقعدش تتكلم مع حد كتير، ما تسمعش كتير. دايما الواحد لما بيقعد مع نفسه وبيفكر صح او بيهدى ساعات بيوصل احسن من ان هو تقعدي تحكي لهنا 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 وكل واحد بيقول لك من وجهة نظره هو. صح.